نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، نبدأها بالعناوين. نجاة قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين العميد عبد اللطيف السيد من محاولة اغتيال في زنجبار. صنعاء تشهد انفجارات كبيرة بعبوات ناسفة والميليشيات الحوثية تنشر مسلحيها وتتكتم عن الأسباب. القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة تفتتح مقرها الجديد بالعاصمة عتق. أهلا بكم. تعرض قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين العميد عبد اللطيف السيد لمحاولة اغتيال فاشلة في زنجبار. العملية الإرهابية نفذها انتحاري كان يستقل سيارة وبرفقته عدد من المسلحين نصبوا كمينا لقائد الحزام الأمني في أبين، وتمكنت القوات الجنوبية من إفشال العملية وتكبيد العناصر المهاجمة خسائر فادحة، وخلفت العملية الإرهابية عددا من الشهداء والجرحى بصفوف قوات الحزام الأمني. عناصر الإرهاب القدر والخيانة على تنفيذ عملها الإجرامي الفاشل على قائد الحزام الأمني اللواء عبد اللطيف السيد، والحمد لله القائد الحمد لله وسلامته. تم احباط العمليه وتم القاء القبض في يعني سرعه من قبل قوات الامن، قوات الحزام الامني وقيادات الالويه الموجوده في محور ابين، وتم حصارهم وتم القبض على اثنين من قبل عناصر الخليه ولا زالت ملاحقتهم. ونحن الان محاصرين المنطقه والامور تحت السيطره ولا داعي لاي قلق. وهذا عملهم الإجرامي والعناصر الإجرامية معروف عملها، والعناصر الإرهابية قدر وخيانة. قتل وأصيب عدد من المدنيين جراء قصف صاروخي لميليشيات الحوثي استهدف سوقا شعبيا في محافظة مأرب. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي الإرهابية شنت قصفا بصاروخ باليستي استهدف سوقا بالقرب من منشأة صافر النفطية. وبحسب المصادر فإن الاستهداف أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، كما ألحق أضرارا جسيمة بممتلكات المواطنين. أضاف الاتحاد الأوروبي ميليشيات الحوثي إلى القائمة السوداء بعد أن قام الإنقلابيون خلال الفترة الماضية بتنفيذ هجمات أصابت المدنيين والبنية التحتية المدنية وغيرها من الانتهاكات. وقرر الاتحاد الأوروبي وفق هذه الخطوة تجميد أصول الميليشيات الحوثية وحظر تزويدها بالتمويل، حيث إن هذا القرار يطابق قرارا صادرا عن لجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 28 من فبراير من 2022. يذكر أن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي وضعت في عام 2014 بموجب عقوبات تستهدف الحرب في اليمن. قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون إثر انفجارين غامضين في صنعاء وسط إجراءات مشددة للميليشيات في موقع الانفجارين، وتضاربت الأنباء الواردة بشأن سببهما. تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكاب جرائمها الإنسانية ضد المواطنين المدنيين في مناطق سيطرتها، سواء بالقتل المتعمد أو بتغذية الصراعات القبلية وسط فوضى أمنية عارمة. وتحدثت مصادر محلية في صنعاء عن انفجار عبوتين ناسفتين في شارع 22 مايو، ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجراح، كما أن تفاصيل الانفجارين لا تزال غامضة وسط طوق أمني فرضته الميليشيات الحوثية على الحي المستهدف فور الحادثة. في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن ميليشيات الحوثي تحاول نشر الرعب في صفوف المدنيين بصنعاء من خلال زرع المتفجرات وتفجيرها، ومن ثم الإعلان عن مخطط يستهدف صنعاء للسيطرة على عمليات الغضب الشعبي المتصاعدة إثر الأزمات المعيشية المتلاحقة، والإعلان عن حالة طوارئ تستهدف خلايا إرهابية بهدف إخماد أي احتجاجات. من جهتها ذكرت الميليشيات الحوثية أن الأجهزة الأمنية الخاضعة لها ستكشف عن عملية أمنية استخباراتية نوعية أسقطت مخططاً لاستهداف صنعاء وبعض المحافظات بعدد من السيارات المفخخة. وتشهد صنعاء موجة احتجاجات شعبية ضد الميليشيات الحوثية بشكل غير مسبوق إثر تسببها بتصاعد حدة الأزمات الاقتصادية والمعيشية كنفاد المحروقات وغاز الطبخ وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
افتتح رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة العميد علي أحمد الجابوني وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية مقر المجلس الجديد في عاصمة المحافظات. أقل مزيد في هذا التقرير. على مدى أكثر من عامين واجه المجلس الانتقالي بشبوة القمع الإخواني بالنضال السلمي ابتداء من ميفعة ومرورا بالمصينعة وهدى وجردان وعتق وسقام وكل المديريات، ومع بداية هذا العام عاد المجلس ليمارس نشاطه العلني في عاصمة المحافظة. يعد افتتاح المقر اليوم في محافظة شبوة الخطوة صحيحة على اتجاه العمل الصحيح للمجلس الانتقالي وانطلاقة جديدة إن شاء الله، وهذا ثمرة النضال وجهد ودماء شهدانا الأبطال، والحمد لله تحقق النصر اليوم. واليوم محافظة شبوة يعني بدأت الحياة تعود إليها، وبدأ المجلس الانتقالي أعماله في عاصمة المحافظة والمديريات. الفرحة الشبوانية تكللت بافتتاح المقر الجديد للمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي من خلاله ستمارس الهيئة التنفيذية لانتقال المحافظة نشاطها في المرحلة المقبلة، وسط فرحة كبيرة من أبناء المحافظة. هذا نصر كبير يعد المجلس الانتقالي ويعد لأبناء الجنوب، نصر كبير. هذا سنتين ما كنا ندخل عتق، والآن الحمد لله فتحنا مقر وفي المقر وثورة ثورة يا جنوب. نحن فرحنا بعودة المكتب الانتقالي في محافظة شبوه، ونحن مواطنين وسرنا الأمر والحمد لله، والأمور طبيعية وكل شيء على ما يرام. نحن أبناء شبوه يعني مرتاحين بفك المقر المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي لنا فترة ونحن يعني عاني من قوات الأخوانية في محافظة شبوه، واليوم أبناء شبوه عندهم أكبر يعني فرح بفك هذا المجلس الانتقالي. تؤكد قيادة الانتقال هنا على التوافق مع سلطة المحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ عوض محمد بن الوزير، وإيمانها بالشراكة في إطار تناغمها مع السلطة المحلية واتفاقها في معظم الترتيبات السياسية والأمنية والعسكرية القادمة. جمال شنيتر، لقناة الغد المشرق، محافظة شبوه. افتتح رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى سلطان عبد الله بن عيسى العفرار المقر الجديد للمجلس في مدينة الغيضة. وقال سلطان العفرار إن افتتاح المقر الجديد سيكون نقلة نوعية للعمل في إطار المجلس وهيئاته العسكرية والشبابية ودوائره السياسية والإعلامية والقانونية والخدمية. وتزامنا مع الافتتاح دشن العفرار توزيع السلال الغذائية والإعانات التي يستفيد منها الفقراء والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مديريات محافظة المهرة. سعداء بأن ندشن اليوم المقر الجديد للمجلس العام والذي يحتوي كل هيئات المجلس العام. هذا المجلس تم الإجماع عليه من أبناء المحافظتين بشكل عام، وأسند إليه عملية المطالبة بالكيان المستقل في تثبيت قادمة. هذا المجلس كذلك يحتوي هيئات مدنية وعسكرية، منها منظمة الشباب، منظمة المرأة، والمرصد والإعلام، وكل الهيئات التي تحتوي أو تستظل تحت هذا المجلس. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مدرسة الجماهير التاريخية بمدينة المكلا تحتفي بمرور 60 عاما على تأسيسها. أهلا بكم من جديد. اختتمت الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالعاصمة عدن أعمال ورشة العمل التدريبية الخاصة بالطيور البحرية. برعاية الهيئة العامة لحماية البيئة وبالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البرسقة، اختتمت هيئة حماية البيئة ورشة العمل التدريبية الخاصة بالطيور البحرية. اليوم نحن نشارك في ورشة الطيور البحرية، وهي ورشة تعتني بالطيور المهاجرة البحرية إلى محافظة عدن، وبالذات في إلى مديرياتنا تواهي، كذلك إحدى المديريات التي تستقبل هذه الطيور المهاجرة. طبعا الطيور في عدن هي عديدة ومتنوعة كثيرة، الطيور المهاجرة، طيور الفلاح، الفلمنجو، النوارس اللي هي نوارس الميناء اللي هي مشهورة في مديريتنا.
الورشة استمرت على مدى يومان متتاليان تهدف إلى أهمية التنوع الحيوي في اليمن، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المتميز العائد إلى التنوع البيئي للمواطن الطبيعية البحرية. بالنسبة للورشة هذه التدريبية هي عبارة عن ضمن تدريب ضمن إطار برنامج التنوع الأحيائي تبع التابع للهيئة الإقليمية، وضمن إطار التعاون بين الهيئة الإقليمية مع وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة كنقطة اتصال وطنية للهيئة الإقليمية. هذه الورشة المدربين ساعدونا على معرفة الأنواع المهددة وأيضا الأنواع التي بدأت تعشش في اليمن وخاصة في المناطق البحرية ومنها عدن. نحن كنا يعني عندنا فكرة معينة أو بسيطة عن الأنواع السابقة، بس كتصنيف هذه الأنواع إيش نوعها، يعني إيش من عائلة تضم هذه. محاور ختام الورشة ناقشت مخاطر الطيور البحرية وتهددها، وتم التطرق إلى دراسة الطيور البحرية وتصنيفها والتعرف عليها ومناقشة دور الهيئة الإقليمية في المحافظة على الموائل والتنوع البيولوجي في الإقليم، كما اختتمت بتوزيع الشهادات على جميع المشاركين بالورشة. صفاء السويدي لقناة الغادي المشرق، عدن. احتفت مدرسة الجماهير التاريخية بمدينة المكلا بمرور 60 عاما على تأسيسها، وجرى في الحفل تكريم العديد من الكوادر التربوية والتعليمية من العاملين الذين تعاقبوا على المدرسة طيلة السنوات الماضية. من هذا الصرح تخرج العديد من الكوادر التربوية والنخب القيادية على مستوى البلاد. مدرسة الجماهير التاريخية بالمكلا تحتفي بمرور 60 عام على تأسيسها. اليوم طبعا احتفلنا في هذا الصباح المفعم بالعطاء، احتفلنا اليوم بمرور 60 عاما على تأسيس هذا المبنى التعليمي. هذا المبنى الذي كان في الأمس يعني قبل فترة تاريخية طويلة منبر للعلم لمدينة المكلا، هذا اليوم المبنى يعيد بحلته الجديدة، يأخذ نمط الماضي والحاضر الحديث. خلال الاحتفاء بالمناسبة جرى تكريم نخبة من الكوادر التربوية والتعليمية من المديرين والمعلمين والمعلمات الذين تعاقبوا على هذا الصرح العلمي التاريخي. التكريم جاء نظير ما قدموه من خدمات تعليمية وتربوية طيلة السنوات الماضية. كان هذا حفل بهيج صراحة، وسعدنا كثير باللفتة الكريمة اللي التفتها مدير المدرسة الأستاذ مجاهد المرفدي حول هذا التكريم والإنجازات اللي أنجزتها مدرسة الجماهير من تخريج كوادر على مستوى المحافظة وعلى مستوى اليمن عامة. تقدم بالشكر لمن قام بالحفل جميعا، ومبروك لكل المتكرمين، ومبروك للمدير ولكل من ساهم في هذا الحفل وفي إنجاحه. كان حفل جدا جميل لتأسيس مدرسة الجماهير لعامها 60، فألف مبروك للجميع إن شاء الله، متمنين للتوفيق والنجاح للجميع والعقبة للباقيين إن شاء الله. الحمد لله أن الحفل قدم انطباع جيد وقدم فكرة وقدم امتيازات تخص مدرسة الجماهير، خاصة أنها لديها طلاب مبدعين بشكل لافت جدا، حتى في مواهب ما كنا نحن نتوقعها صدرناها، هذه كلها جاءت من الطابور الصباحي، والحمد لله اكتشفنا إبداعات، شفنا أن في طلاب عندهم فن في الإلقاء وفن في أداء على المسرح. مدرسة الجماهير التاريخية لاقت اهتماما كبيرا من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك من خلال التدخلات الأخيرة والتي أظهرت المدرسة بحلتها الجديدة. لقناة الغد المشرق، بحسن بالبحيث، المكلا. توصلت دراسة جديدة إلى أن الإصابة بعدوى كورونا الحادة ترتبط بزيادة الآثار السلبية على الصحة العقلية على المدى الطويل، وتشير الدراسة إلى أن المصابين بالعدوى بشكل عام عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب لمدة تصل إلى 16 شهرا بعد التشخيص، مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا أبدا.
قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن بريطانيا ستتخلى عن إلزام المسافرين بملء استمارة تحديد مواقعهم لتلغي بذلك آخر تدابير السفر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا. وقال شابس إنه سيتم إيقاف جميع تدابير السفر بما في ذلك نموذج تحديد مكان الركاب وفحص جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة في 18 مارس. وأضاف أن هذه التغييرات أصبحت ممكنة بسبب نسب تلقي اللقاحات لديهم وتعني إتاحة مزيد من الحرية. نهاية النشرة وهذا تذكير بأهم العناوين. نجاة قائد الحزام الأمني بمحافظة أبيان العميد عبد اللطيف السيد من محاولة اغتيال في زنجبار. صنعاء تشهد انفجارات كبيرة بعبوات ناسفة والميليشيات الحوثية تنشر مسلحيها وتتكتم عن الأسباب. القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة تفتتح مقرها الجديد بالعاصمة عتاب. يمكنكم متابعة حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. الغدوائي، شكرا لكم، إلى اللقاء.